معانا على تليفون دكتور عفاف أمين، أستاذ صحة الطعام بالمعهد القومي للتغذية. دكتور عفاف، أهلا بحضرتك. وبداية، ما خطورة معجون الحيطان حينما يأكله الإنسان؟ أهلاً بحضرتك، أهلا بحضرتك ومشاهدينك إن شاء الله بإذن الله. طبعاً خطر جداً جداً، دي مواد كيميائية مصنعة عن طريق إنسان، وطبعاً بتدخل جسم الإنسان بتصيبه بأمراض خطيرة جداً، طبعاً على رأسها لا قدر الله السرطانات. وأنا مع حضرتك وأيد حضرتك تماماً في العقوبات دي. ده شروف قتل، ده قتل. أيوة وقتل، أيوة. ربما يكون مع سبق الإصرار والترصد، قتل من صغير لكبير، لأن كل الناس بتاكل جبنة للأسف الشديد. يعني دي من أحلى الحاجات يعني اللي ممكن تتاكل، الصبح وبالليل. وسندوتشات الأطفال وهم رايحين المدرسة، الصبح هياكلوا إيه وبالليل تاني؟ بنعمل. جبنة أنا مش ومربى. عارف. والله حضرتك يعني للأسف الشديد. فإحنا عايزين نقول لحضراتكم متشكرين، وللناس اللي ظبطت الظبطية دي ألف شكر ليهم. حضرتك ده يعني لازم عقاب شديد لغش الغذاء، لأن غش الغذاء ده من أصعب ما يكون، اللي بيسبب أمراض خطيرة جدا. حضرتك إحنا لازم المصانع أولا تكون كلها مرخصة، تكون تحت إشراف المسؤولين على طول. إحنا عندنا ثلاث حاجات حضرتك، عندي الحكومة بالمسؤولين بتوع سلامة الغذاء، وعندي المستهلك، وعندي الإعلام. لأن نفسي حضراتكم نبين للمستهلك إزاي أكشف الغش. حضرتك ساعدينا بقى، قولي لنا نبدا من اللحظه من دي. انا لو راح اشتري جبنه دلوقتي، اعرف ازاي انه دي جبنه بجد ولا فيها معجون حيطان واسمنت ابيض؟ طبعا حضرتك احنا بنشتري من الاماكن المعروفه المرخصه اللي مسموع اسمها، الكبيره المعروفه الكبيره اللي مسموع اسمها. ليه بقى؟ كمان تاني حاجة حضرتك، المستهلك لازم، يعني في حاجة على الحكومة وحاجة على المستهلك. طبعا الحكومة لازم بترخص المصانع دي تحت بير السلم وخلافه، وتشوف الأجهزة بتاعتها، تشوف الاشتراطات الصحية اللي عليها. المستهلك بقى، وعليها على فكرة تحليل الجبنة عشان نعرف فيها ايه، ياخدوا عينات من كل المواد الغذائية وبحللها عشان أعرف دي فيها إيه. المستهلك بقى عليه إيه؟ أقرأ الليبل كويس، أولا أشتري من مكان معروف، أقرأ البطاقة التغذوية كويس قوي. ليه بقى؟ البطاقة التغذوية دي موجودة فين؟ على الجبنة. في ناس بتشتري علبة جبنة، بس في ناس بتشتريها مش علبة، يعني بتشتري للأسف. بالكيلو بالكيلو بيبقى متغطي، بقى قطعة كده ومتغطية ببلاستيك، ودي وفي بقى اللي صفايح دي بتكون، حضرتك، اللي هي مش مكتوب عليها حاجة. ايوه دي بقى اللي بتكون متصنعة تحت بير السلم، يعني فسعرها بيبقى رخيص معروف، بالزبط. يعني سعرها بيبقى رخيص جدا. وحضرتك انا لازم اقرأ على البطاقة التغذوية ده مكتوب عليها ايه، 100% لبن بقري طبيعي مبستر. دول ما عندهمش حتى أجهزة مسطرة، فبيحطوا أحيانا لا قدر الله بيحطوا فورمالين. فورمالين ده يعني اللي بيحنطوا بيه الجثث، يعني علشان ما عندهمش بسطرة، ما عندهمش أجهزة بسطرة للأسف الشديد. فلازم أقرأ على البطاقة التغذوية دي كويس قوي، إن مكتوب 100% لبن بقري منفحة من بكتيريا صالحة أو من حيوان، معدة حيوان، وهكذا. لازم أقرأ تاريخ الصلاحية بتاعها. هو ساعات طبعا لما بيكون تحت بير السلم ولا بيكتب تاريخ صلاحية ولا حاجة، طبعا. أو بيكتب تاريخ صلاحية مزور، أيوة بيلزق أي حاجة. لازم يبقى مكتوب عليها. هو على فكرة اللي بيعملوا المصانع دي مش فاهمين، فساعات ما يكتبش عليها مثلا إيه، تحفظ في درجة حرارة أقل من 5 درجة مئوية. ما بيكتبش عليها حاجات بتسهم من عليه، لان هو مش فاهم، مش عارف. فللاسف الشديد حاجات كتيره جدا لازم الناس تعرفها، لازم المكان يبقى مطبق عليه اشتراطات صحيه، لازم الماده الغذائيه نفسها تبقى مطبق عليها
المواصفات القياسية العالمية. دكتور عفاف حضرتك تنصحينا ما نشتريش جبنة كده لوحدها، مع انه المفروض ان دي بتبقى هي الفريش، يعني عادة انا شخصيا بجيبها اكتر من اللي في علبة، على سنة اللي في علبة دي عليها مواد حافظة وحاجات كده. لا بالعكس حضرتك، المواد الحافظة اللي عليها من شركة كبيرة بتكون معروفة وبكميات مسموح بيها الجسم يقدر يتعامل معها، بعد ما تدخل جسم الإنسان يكسرها يخرجها يعمل فيها أي حاجة. لو أزيد من كده أو المواد اللي بيحطوها المصانع اللي تحت بير السلم، فدي بيحطوا بقى بالكوم يعني، يعني الثانية ملي جرام لكل ما عرفش ايه، فبيظبطها المصنع. انما انت اللي بتباع ديت بتحط بالكوم، فده طبعا بتبقى خطر جدا على صحة الانسان. الانسان بيحوشها في الخلايا بتاعته، لا قدر الله يحوش يحوش لغاية لما تظهر بقى اعراض امراض خطيرة.